السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور والسعادة وكل شيء طيب على وجه الدنيا. على وجه الدنيا ترى ما في شيء عادي، كله طيب، كل اللي تشوفونه كله طيب وكل زين وكل فنان وكل قهوي، لكن يبقى حد يستغل بطريقة صحيحة. حتى اللي ما بعدل يوم بتماشي وانت عدل بيغدي عدل، هي لا تخلي هو يسيطر عليك، انت تسيطر عليه، انت تكون النوخذة، تتنوخذ على اللي ما بعدل بيغدي فنان بتأدبه. سمعتوا بأدب حندول ديايته هنموني يتأدب، والله يغدي زين يوم انت بتأدب، وهذا بيأدب وهذا بيصد وهذا بيرد وهذا بيغايض، بيعتدل لو بعدك ماشي. اللي ما يعتدل سكة الحديد الريل، درب الريل اللي هو لا يلين ولا يستلين، لا يلين ولا يستلين. وسبحان الله ميلوه وطوعوه على حسب الريل وين يبي يصير وأي وجهه. هذه يسمونها العزيمة ويسمونها الإرادة. يوم تبأ كل صعب يهون. الفراعن الأول سووا الأهرامات، هل الإمارات وهل عمان وهل مدينة الإحساء سووا الفلاي، خبقوا ليبال، أظهروا الماء من عمق 100 متر و200 متر يدويا. شو تحرون أنتو؟ كل شيء صعب لينوه. لا تقول هذا ما بيعتدل، لا، خلي عندك يقين فالله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء بيعتدل وبيزين، وما ضاقت إلا عند الله الفرج، ما ضاقت إلا عند الله فرج. ولا شيء مستحيل لا على الطالب ولا على الدارس، أي ما حد خذ الدكتوراه من هين، ولا حد غدا بروفيسور من هين، ولا حد نجح بدون مذاكرة، ولا حد وصل إلى المعالي بدون ما أنه ستيب باي ستيب أو سلمة باي سلمة. لا، يتمشون شوي شوي براط، ومن من الأسفل إلى الأعلى. ما حد ابتدى من الأعلى إلى الأسفل، اللي ابتدى هذا من الأعلى إلى الأعلى هذاك يبوكم اللي الدراسة والثقافة بيته بيت دراسة وثقافة علم. ابتدى أمه وأبوه مثقفين ولقنوه من عليك السلام، لازم تخربين علي سلام عليكم. المهم برد من المسخرة، فرب الله تضيعت بنات الأفكار، نبوني من هتك يا غير مصباح ومنقص، لكن سبحان الله من تخط الداعي سلام عليكم خربت علي. خلاص يبي يديم الحين، ما بيدي اي حيل، هو الا سلام، سلام يقطع سلسله الافكار. المراد مفروض نحل لكم اللغز البارحي، لكن ان شاء الله ان اليوم بنحله، بنجيب لكم جواب بعد ساعه تقريبا، بنرمس على الموضوع. اول الله ما يخص اللغز اللي نحن حاطينه مال الزيلع، ولا حد جاوب صح، ولا انسان، لا من الدوله ولا من خارج الدوله، ولا انسان ياب الاسم او معنى كلمه الزيلع. يا بدخلوا تويتر ودخلوا باليوتيوب ودخلوا جوجل، والله خرز وما، لا ما بخرز، ولا بولد الضبي ولا بولد الوضيحي ولا بولد الغزال ولا بيد السبال، ما هذا كله غلط. ولا حد قال والله يد السبال الا روحي توني، انا ظهرت روحها بلسان يد السبال، لا والله ما حد قال يد السبال، قال ولد الغزال. المهم ما حد جاوب صح، ولا انسان لا من داخل الدولة ولا من خارجها. لكن إن شاء الله أنه بعد ساعة، اليوم تأخرت أنا في الرقاد، تأخرت طالة عماركم البارحة عقب النادي، سرت فندق الريتز كارلتون ويلست هناك في جدة، في مكان في جدة مطعم، وطرف لي سباركلي ووتر. عادة السباركلي ووتر يحطون فيه قطيعة لومية وثلج، تبوي أنا ما بلا لومي ولا ثلج، لكن يبولي السباركلي ووتر بارد. أنا مستعيب أنت طالب سباركلي ووتر ماي غازي، والماي الغازي تحط فيه ثلج فتش عنه، فتش عنه هذا الستيم اللي فيه اللي هو الغاز. شوف هاي عقب غادي شرعت الماء من الخرس، وطلبت لي طالت عماركم سيويد سلط اللي هي سلطة الطحالب البحرية، التعيب بطريقة ما تتخيلونها. وطلبت بعد سلطة قبقوب كراب سلط، وهذا كان عشائي متهلع عليه، وصرت هاكل للمطعم المعين يعيبني بطريقة ما تتخيلونها. سلطة السيويد هي الطحالب البحرية، وتعيبني سلطة الكراب سلط. قال لي you don't need steak، قلت له أبوي لا نيد ستيك ولا شيء، أنا أبوي هذا عاني مخصوص على سب هذا. ويلست عدوية المسجات لين تقريبا الساعة 12:30 وحدة قاصر زايد، لا ما بزايد، لا والله لا قاصر شوي عن الوحدة. المهم وصلت بيتي الساعة 1،
ولأن الدنيا كلهم بند وكل الراقد مشغلين القرآن تحت في الصالة. دخلت وسكرت البيبان وحطيت راسي وانطبنت، نشيت الفير وصليت على أساس إني بقبض التليفون بعد عليكم سالفة وعقب بعد عليكم الجواب. وأبوي وتعايست، رديت طحت على شبريتي ورديت رقت مرة ثانية وتوني واعي، وإن شاء الله بعد شوي صراحة هني تري خاري في الخيمة، بس الخيمة وعد عليكم سالفة الزيلة. تقولوا ما قلنا لكم اليوم بنعد، الحين بعد ساعة تقريبا بخبركم شيء فنان، يعني بيبها قصة بجواب أول الله. يا ساد طالت عماركم يفتن الرمان اللي هي منو؟ أم الحناية ويا بنت she's your daughter. Why? You said she's my daughter. No, she's not my daughter. Huh? Yes. She old, يعني because you are she is old يعني؟ No. أي شو؟ She's my friend from the same place. Allah. Yes. She's happy now? Yeah, she's happy. Alhamdulillah. She's talking English? Yes. Walla? Yes. What's her name? Joy. Joy? Yeah. Nice to meet you, Joy. This is our father. I am the father of this house. She thought maybe this is the driver. He's wearing like that. The first time. Ah, Salah. Salih. Good morning. I am very sorry, Habibi. I am today very sorry. بترب الله هذا كله حقي أنا. صباح الخير. هذا بوري طلعت عماركم خمير. خلبه. ورقاق هذا بيت إيران نياي وباجل له. هذا خير الله ما شاء الله. الحمد لله فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. يا سلام يا سلام يا سلام يا صلاح، شو رأيك تو صلاح أنت؟ خمير كل صلاح. الأئمة كان شاعر وشعره كله مليء، فيتكلم الشافعي عن النصيحة إنك يوم تنصح واحد تعال بالسر انصحه، عمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إذا جيتني قدام الناس وكلمتني وما طعت لا تلوم النعمة، أنا قايل لك أنت تنصحني كلمني بالسر، لا تنصحني قدام الناس، يمكن أقول لك كلام غير اللي تتوقعه. ترد مرك وأنت في زود، والصمت بعض أحيان حكمة ومهابة، وشهبة الغربة لو تنعق حشود، دام الأسد صامت وكلين. هاي بيتين يعدهن خريفة ولد عبد العزيز بن ربيع الله يحفظه، هاي عاد من إيران الأول مدينة زايد، نحن إيرانهم هم عاد فريج التيار اللي على شارع الكترا، حب شارع الكترا شارع المطار زين، وين وكالة البيوك، هم وكالة الكدلك الطرف هذا وهم الطرف هذا، وين فندق بعلبك، وين بعد انزين هم هناك، ونحن هم في على الشارع، ونحن في نص البلاد في نص مدينة زايد، وهم في أوليها في على الشارع الرئيسي. المراد عاد كم من بيت نقلا عن الديوان اللي العرب كلها تعرفه وتقراه، في 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 تجلي النصح بينك وبين الشخص، فاللي بينصح حتى تعقيبا على الكلام البارحي، اللي يبى النصح ينصح بينك وبينه، ينصحك بينك وبينه، النصح بينك وبينه هذا هو الصح، والنصح بينك وبينها هو الصح. النصح على المحطات التواصل الاجتماعي وقدام يهت الله وعالمه، والذكر بالأسماء والألفاظ المشينة هذا ما حد يرضى به، لا يرضى به لا الله ولا رسوله، هذا التشنيع والتشهير والكلام القاصر اللي محد اللي الواحد يتلثم عنه، والالفاظ البذيئه هذا ما حد يطريها، لا حتى عدوك اللي هو عدوك ما تروم تطري بالالفاظ البذيئه ولا بالالغاب المشينه. عيب عيب، وين صار الحياة؟ وين صار الادب؟ وين صار الاصول؟ ولا يوم اللواد وحد يبى الاصول والادب والمذهب شماعه الواحد يعلج ثيابه عليها؟ لا، اللي ما في مذهب بيتندب حياته ما في مذهب، ولا بي حد يذهب ويعلمه السنه.
مفروض هالنمونة. صلاح يعني حمان أرمس. يعني شو الحل؟ شو الحل؟ إيه لس أنت خاديت به. شكرا جزيلا للعرب اللي طرشوا الفيديو وحطيناه للناس عشان تستفيد من الكلام اللي فيه الفائدة. ترى خيل الكلام ما قل وتل. إيش عندك أنت الحين؟ تفضل. حبيبي وين زعل؟ هذا عيلة. مديكير بعد الحين بليش مديكير متى تي مال اليوم ان شاء الله ما في مشكله بابا ان شاء الله اليوم اي وقت هو يقول لك انت يجي ما في مشكله اي شيء موجود بس عند الفلبيني هذاك ولا حمام العافيه عافيه محرم يا حمام أه. وبعدين نسوي مديكير بعدكير هذا كل اليوم كل واحد اليوم بسوي حمام مغربي بعد ايوه زين ما في مشكله كنت تو الناس حبيبي الساعه 11 بابا الساعة 12 قالوا لك تعال عقب ما سوي الحمام المغربي سوي البدي كير ماني كير تصير تتغدى ان شاء الله حبيبي ان شاء الله ما في مشكلة على هواك على هواك شو سلة الرطب هذه هتوديها وياك هناك حمام العافية قولهم هذا لا 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 ما بكيس لا بسلة لا 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 تودوا خلها تولي السلة لا تجيبها لا عيب خلنا هيب ورا الطب سلته خلي ياكلون العمال هناك زين قولهم هذا من عند صلاح قول صلاح وافي ما يريد يخليه إيه زين صليح شو الأخبار شو العلوم كل شيء زين لا نحن موجودين باكر أنا موجود باكر ما عليك من أدهم أنا باكر موجود أترياك زين زين نعم تفضل ماشي هي ان شاء الله بكره فلوس فارك طيب بتموت دات ذابح قلبك الفلوس انت الفلوس الفلوس خبلت بالعرب الفلوس لا اله الا الله يا الفلوس اسمي لاعب العايب في الوادم شو خليك تفضل 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 عاده ارمس ان شاء الله زين تخلصون الغداء الصالون ومن عقب الصالون تروحون الغداء وتعينوا من الله باكر بتون عندي وخلاص بسيرون حق الدكتور هذا الكوفي زين بكرة عندك البيزات حق الكوفي بيسدن بيسدن يسدن اليوم كم التاريخ تاريخ 12 حقها بعد وايد المعاش وين بيزات صلاح عنده بيزات ولا ما عنده ايوه بالشيه في وايد له شويه ايوه بابا اسكت انت وايد له شويه في موجود كذا كذا شو كذا شو كان في بيزات وايد له شويه اوكي سريب البوك جيب البوك بنعزل نحن البر مش شعير بنعزل البر مش شعير نحن بنشوف هالمنكر خبرته ايه يبوك ولا بوكين بوكين يجيب الاثنين يجيب البوكيه الابواق بدنينه التل واحد في كومبو 10 هذا يوم يصير المول يخاف على الهلال الاحمر ويعطيه كومبو 10 مو مو ليش ما سبت الهلال الاحمر هو ما يطيع سمعوا يا هل بالهلال الاحمر هذا دريو صلاح مناع عن للخير معتد اثيم هذا ما يخلي صلاح من يوم تصدق في العين قال عقب لا تعطيهم بيزات ليش قال بنسير الكوفي بالبيزات صرت محترم جيب تعال جيب البوك الثاني تعال سير جيب البوك الثاني انا في 10 جيب هل انت موجود وينه هو سوي ودي بنك هو سوي 10 وين تصدق ولا اربع ساعات بس هذا انزين اشوف خلني بطال بنطال ما باخذهم هاي 500 وهاي 500 وهاي صلاح هذا بعد اكثر 1000 وشيء الحين عندك انت والكرت وين الكرت ما صلاح وين موجود كرت ها كرت وكاش اشوف صبر بشوف صبر ما شاء الله بعد طالع قديم هذا قديم خلاص لا اله الا الله حاط صورة حياة اختي حصة وحاط صورتي يعني. وال لا اله الا الله انت هذا متى بسم الله ليش بلي الحين وين ليش ما حطيتوا صوره من ليداد مو لا لا اله الا الله بسم الله مثل هم الممثلين مال وضحى بن عجلان هو ترى شر الغيعات لا اله الا يا ابو قضابه بيضاء ميل علي اي رحمه الله عليك يا بنت احمد الله يغفر لك ويرحمك يبي حق صوره حقي مثل هذا صوره
حقي صورة مصورية حق صلاح يبدلها ما نباها زين شيء عندنا شيء حب نعطي خلاص حب نبدلها نحن الصورة هاي بسم الله قادي أبدا يا غير رابن هود لا إله إلا نحن الزلمات زين أبي بيت صلاح شو بلاك شو النقاش هذا الحين كله زين ما عليه ولا بيت انت الحين شو تعال صالون اصلا ما ياخذون بيزات صالون ما ياخذون فلوس ليش بعد تدبون انا سبياتي انت ما هذا بابا هو ياتي سبي هديه هديه عميات هديه هديه قوم بعشر ملاق انت بعد بس هو ياتي يعني خمسة مية شو بتكيرم تكيرم من مالك فلوس صلاح لا تتكرم صلاح يعطي قم بعشر وقم بخمسة عشر قم بعشرين أنا بخمسين شيخ هو صلاح لعطوني الخمسين ولا ولمية هاكلي عندهم ناطحات سحاب هو يسوي والله ويهد عليهم البيت هاي عطايا إيه إيه عطايا الخمسين ولمية والخمسمية هاي ما بعطايا اللوادم العاديين هاي عطايا أبوي التيار عطايا الشيوخ أنا بيوم أنت حيني الحليان بتعطي ألف وبتعطي خمسمية وميتين عيال الشيخ شو بيعطي عطاك الله وجمه صلاح رد على وراك ما شايف من الحين سايب عطايا قم بعشر قم بخمس احنا ما ما حد يعطيهم اميات غير المينون انا ابو يعطون ال100 وال200 وال500 وال1000 وال2000 يعطون الاخت والاخو ويعطون الخاله والعمه والصاحب والصديق انا ابو 100 انا مال مولي هو صلاح كثر ما اعطيت 100 يا ويلك ما شايف 105 و10 العطايا يتحمل الله هذا طارت عماركم من عند المريخات اقول لكم ايراننا ما شاء الله عليهم تعرف شو روبا كانها هبل احنا ندبلهم لو ادنات الدون طرشوا لنا اي شيء ييهم ولا يستوي عندهم هي روبا يحافظ على هالروبه يحافظ على هالروبه روبا بارده يحافظ على 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 الطريش المريخات حافظ عليهم اللبن بزبده والروبه هذه ها تعالوا لز لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله يطعمكم ان شاء الله بثمار الجنه امين بس يسد لنا صلاح روحه قال امين شوفوا هذا اللي يتخبر عن ام الدهن هذه ام الدهن وهذه تباشير ام الدهن ام الدهن ماشي شراتها رطبه لا حد يعاي زيد وعبيل وفلان وعلان شوف رطبتها شو الحين هاي بنوصف شو القعامة ترد بحمرة القعامة ترد بحمرة والطعم الطعم حدث ولا حرج حسيبي يلا لا تقول خنيزي ولا فرض ولا بمعان ولا خلاص ولا أي رطبة في الدنيا العودة اللذة اللي في الدنيا كلها فيه قبل تصيروني اللذة اللي في الدنيا كلها فيه أم الدهن تحرى عمرك تقرض قلم قلم شكر قلم قلم شكر نارين ها وهذه طعامة أم الدهن ما يختلف فيها في ذلك أثناء واللي يقول انها طويلة والدجيجة غلطان لا هذا حجمها طول رايبة ونص وعودة ما بصغيرة شوية شوية أرفع عن اللولو وفي طول الخلاص أرفع عن اللولو وفي طول الخلاص لكنها شكر ريل لا يتقرب الخلاص ولا عدال الخلاص في اللذة والطعم تبارك الرحمن فأنصح اي انسان ما بزارع ام الدهن يزرع ضروري يزرع لو حتى بهاتش الحكي صرمته اطلبوا من اللي عنده في السوق ما حد ياخذ شيء وهو ما بضامن انه تاخذ من انسان اللي تعرفه زين ما زين صاحب صديق راعي نخل راعي مزرعه انسان تعرف انه في قلبه رحمه هبي غشك تاخذه بهاتش الحكي وهو وانا بعد ما افضل الصرم بيع الصرم عظمه هلا صرمه صرمه بتعطي صاحب صديق اخو بيدعي لك بطولة العمر بينفع دعواهم بتنفع في عيالك وفي هالبيتك وبركة في حلالك يوم بتعطي من اللي انت
تحبه وتوده. يلا اللي ما أخذ بيع الصرم تجارة تصدير وتوريد ويجيب من بدار لاندار ما عليه، لكن عندك في البيت ولا في النخل بتعطي صاحب صديق أخو أخت شيء فنان يعني بيذكرونك، حتى أحفاد أحفاده بيذكرونك فيه. هلا بيس بيع 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 حق شو عاد هذا كله؟ ما تغانيت ومورا التجاريات ومورا ناطحات السحاب ومورا الدنيا هذه كلها بتتغانوا ومورا صرمة؟ ما تغاني بوي صرمة. يقول لك زطي زطي عطوه مسقط كبرها وعطوه مصر وعطوه الشام ما سدته. الزطي يوم عطوه مسقط والشام والبصرة بكبرها ما سدته. قال جليل لأن زطي قال غني قال ما في ساسة غنى. الله يرحمه برحمته. كانت الضوء حامية، الضوء حامية في المدخن، غطوا العودة في الماء عدنا نودنها من قبل ورويان ماء. ها من يعطي اصبر عاد انت اصبر ايلس زين ايلس انت بتحط العودة ولا انا بام بام بتحطها عدا صلاح حبيبي. ها ها حطوا ابوي العودة في المدخن لانها الضوء حامي وايد. ها شوفوا يجي من باب ويظهر من ألف باب. هذا يانا يانا ست غراش لبن أكن بيظهرن ثلاث بيصيرن بيتين. هذا كله أجر، هذا كله أجر، هذا ماشي إشارات الأجر مال الدر. الوادم الدر ما تتاجر به الجسم تصدق به كانت به البركة. خلصت؟ وش يخصك في ساماني حب على هالصور أنت؟ بعد غنية؟ لا حول لا قوة الا بالله. قرب الله تقل الأسناب، خبل بالعرب الأسناب، خبل بالعرب، خبل بالعرب الأسناب. حسب شي تبطي لين تدخن العودة تريونها. خلوها الحين تازم تدخن شويون شويون لين تسير وتتوهي الضوء حتى مرة ثانية وتفوتخ ريحة العودة، تعطيك ريحة العودة الأصلية، ما تعطيك ريحة صهوار الضوء والضيان والحريج كأنك عاق حبة بليوت. لو أفخر نوع عود وتعق تحط على ضوء حامية تغادي ريحته ما تتشاهد، ما بالك عود مال سربجي. السلام عليكم. في زيارة الشيخ محمد بن زايد الأخيرة إلى فرنسا التقى بعدد من الطلاب الإماراتيين المبتعثين هناك، كان من ضمن هذه الطلاب المبتعثين أطباء إماراتيين. شوف فيديو. السلام عليكم. الله يحفظك سيدي. الله يحفظك. شامري مقيم جراحة قلب وصدر. سمعت آخر واحد جراحة قلب وصدر. هذيل الأطباء المبتعثين لهم قصة عجيبة. اسمع القصة. في أبريل 2019 وقعت وزارة الصحة عندنا في الإمارات مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية تستهدف بموجبها تدريب أطباء الدراسات العليا عندنا في الإمارات في المستشفيات الفرنسية. بعد سنة على هذه الاتفاقية انتشر كورونا في العالم كله، فبدت وزارة الخارجية عندنا تستدعي كل الطلاب المبتعثين في الخارج عشان تأمن سلامتهم. كان من ضمن الطلاب المبتعثين في فرنسا 9 أطباء إماراتيين أطباء دراسات عليا يتدربون في المستشفيات الفرنسية بناء على الاتفاقية السابقة. فلما استدعت وزارة الخارجية هذه الأطباء عشان يرجعون لبلادهم في وقت الكورونا، هم سألوا سؤال: هل العودة هذه اختيارية أم إجبارية؟ قالوا لهم: لا كيفكم، هذه العودة اختيارية، لكن احنا هدفنا نأمن سلامتكم. سألوا سؤال ثاني، قالوا: هل عندنا نقص في الكادر الطبي في الإمارات في وقت الكورونا يعني عشان نرجع ونساهم؟ قالوا لهم: لا الحمد لله نحن مكتفين وامورنا طيبة. فالأطباء هذيلة خاطبوا وزارة الخارجية وقالوا لهم: ترى في مشكلة في فرنسا، المستشفيات الفرنسية عندهم نقص في الكادر الطبي في وقت كورونا، فهل تسمحون لنا ان نساعدهم ونساهم في سد هذا النقص في الكادر الطبي في المستشفيات الفرنسية طالما ان احنا مكتفين في الإمارات؟ هل تسمحون لنا نساعدهم؟ ردت عليهم وزارة الخارجية وقالت لهم: بالعكس ساعدوهم وساهموا في حل هذه المشكلة، وأي شيء ناقصكم خبرونا. هذا الموقف فاجأ الفرنسيين نفسهم، لأن الطبيب من دولة خليجية، هذه الدولة وفرت لك كل التسهيلات إنه يرجع لبلاده في عز فترة كورونا، هو قال: لا بتم عشان أساعد هالبلاد. حتى كان في تقرير في قناة يورو نيوز الإخبارية يتكلم فيه عن مشكلة نقص الكادر الطبي في المستشفيات الفرنسية.
أول شخص تكلموا عنه في هذا تقية هو طبيب إماراتي. Shortages in medical staff in handling the COVID-19 pandemic have led many European nations turn to their migrant communities for help. France saw Emirati doctors on scholarship programs refuse repatriation in favor to stay. Dr. Mohamed Al-Falassi said he wanted to help his colleagues during this troubling period. When President Emmanuel Macron... محمد الفلاسي اللي طلع في التقرير هذا ما كان في باريس، هذا كان في مارسيليا، يعني 700 كيلو عن باريس. حتى السفارة الفرنسية في الإمارات وجهت لشكر ولكل الأطباء الإماراتيين. طبيبة إماراتية من ضمن الأطباء التسعة هذيلة هي طبيبة نساء وتوليد، قالت أن قسمهم من ضمن الأقسام اللي لا يمكن أنها تغلق في وقت الكورونا وعندهم نقص في الكادر الطبي، فقالت لازم أنا تواصلت مع الجهات في الإمارات، طلبت منهم هل عندكم نقص في الأطباء، هل أنتم محتاجين، لأن أولويتي أنا أخدم بلادي. فقالوا لنا الحمد لله والشكر أنه ما في نقص، نحن نباكم ترجعون لسلامتكم، وعشان لأن فرنسا دخلت مرحلة الطوارئ ومرحلة الخطر. فأنا كان القرار عندي قرار أني أرجع أو أني أتم، اخترت أني أتم. مثلا أنا قمت الحمد لله بعملات القيصرية للنساء اللي يحتاجون جهاز تنفس صناعي، نحتاج نسويها بأسرع فترة لكي نخرج الطفل. في جملة قالها الشيخ محمد وقت لقائه مع الطلاب المبتعثين في فرنسا وايد مهمة، اسمعها. مع السلامة. خواتي أخواني، نحن أهم شيء بالنسبة لنا مصداقيتنا بس. هدية مقبولة من أسماك العاصمة، طرشين ثلاث بوكسات مكتوب عليهم نيو نيو نيو. شو عادة ما ندري، بحين بخبركم شو الموجود. يلا شباب جايين طالة عماركم، هذا كل جاي من أسماك العاصمة. هذا اللي تشوفونه الربيان التايلندي، ها توه طايح ميبس، هذا رقم واحد العالم كله ترياه، توه واصلنهم. هذا الربيان المجفف اللي من تايلند، وهذه طالة عماركم لأخي شيخة السمك اللي هي الحناية. ها شوفوها، هاي روحها فيها من، هاي روحها فيها من. وهذه مضريس، مضريس يا مضريس، هذه مضريس، السمن اللي في الكون كله فيها، هذه هي مضريس. هذه بعد طالة عماركم هي بعد الحناية، هاي اليوم غداي إن شاء الله. صبر تشورو تشورو، هاي الحناية، هاي اليوم غداي، هذه العود، هاي بالها يزوى مبنى فارين وثلاثة، يبالها أكيلة زينة، وهالحبول بعد يعني من عندهم. وهذه طالة عماركم يسمونها فريدة، هاي يسمونها فريدة، هاي من خيرة الأسماك بعد. وأما هذا طالة عماركم، هذا السوبريم الحجم الإكسترا جامبو، الإكسترا جامبو ما بالجامبو العادي، إكسترا جامبو الوحدة أكثر عن كيلوين فيها. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، والله إنهم ما ينرازن، حول 3 كيلو ها، هذا كل شحم. شوف طولهم ما شاء الله وسمين. حتى شرجت ها، هاي اليوم غدايا، هاي الحناي، الحناي الحناي مشواي رقم واحد. انت ريجي شاف يا ابوكم ما يسوى علي، يا ابوكم ما بهين علي شوية، صبر شوي بشرب قطرة ماء. يا ابوكم شكلها جميل، شكلها جميل وغاوية، هاي الحين الصغيرة هالكبر، هاي الصغيرة هالنمونة، يبالها يزوى ها. يا ربي والله ما بهاي نعي، جميل جميل يا ابوكم، هاي تخدتها طالع لي تقول الله الله فيه، والله هذا وين الأكية هذي، وين الأكية ها ما شاء الله. هاي لا بس علي، هاي بس علي هذي، والباجي عادة خلاص بنسمع إن شاء الله. شكرا اسمك العاصمة طال عماركم، ومشكورين على الرضوة. هذه الحناية طلعت عماركم مملوحة زين ما زين، بطن وظهر رقم واحد، الحين تنغسل، يلا تنغسل زين ما زين ها. طرف ثاني بس خلاص 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 خلاص، هذه الحناية نظيفة رقم واحد، الحين تملح شيء بسيط، الحين السمكة مستملح رقم واحد، ما فيها أي شيء، شبعان ملح، لكن لابد ولا عذر من ريحة المليحة. هذا الملح المبروش، الملح المبشور أو المبروش، مبروشة ما يكثرون وايد ملح، لأن السمكة أوريدي مستملحة. هذا يلا يلا هناك هناك، يلا على التاوة، لا
بس هذا تعديلها وهذا ترتيبها. سمته شبعان ملح ومستملحة ما نبطل بطنها لأن مشواي عربي. هذه ها لازم براد ما يشلوطون هالسمته. الحين الضوء أول شيء حامية لمدة 5 دقائق يجلبونها جلبتين 3 وعقب يخفون على الضوء. تازم السمته تاخذ سوى يبالها على الأقل ساعة لأنها سمته غليظة. السمته الغليظة يبالها ساعة 45 دقيقة ما بمال هوي هوي هاي كنا سرة 10 دقائق 5 دقائق وسبة. لكن السمته الغليظة لازم مش أقل عن ساعة يبالها نبوي. سيدة من تاخذ دقيقة واحدة جلبوها السمته بس خلاص. الحين عاد يخفون على الضوء ويازمون يجولبونها كل 10 دقائق جلبوها كل 10 دقائق جلبوها لين تصير وتنضل السمكة أيا كانت من السمك أي نوع من أنواع السمك. هذا طريقة المشواي العربي ما يكون مطرور بطنه ولا شياته ما في أي نوع من أنواع البزة والدلع. انتم مساعي اللي صورنا لكم إياها قلنا لكم هذه يسمونها فريدة. فريدة اسمها العلمي والاسم المتعارف عليه في دولة الإمارات اللي هي سمكة النعيمي يذكرونها النعيمية. هاي هي النعيمية لكن المتعارف عليه العلمي اسمها فريدة. يبالها ظني 5 ل10 دقائق بس لأنها سمكة غليظة لازم يبالها مدة لازم يبالها مدة يبالها وقت حسب تنضى. لازم يبالها وقت ما تنضى 5 دقائق لا. السمكة الغليظة غير عادة عن السمكة الصغيرة. يلا عاد جلبها يلا. ما شاء الله عشر دقائق بقى. 10 دقائق وفايتة. هذه الحناية طلعت عماركم زاهبة ومشواي رقم واحد. لا تقول لي شيء خير ها. أوف أوف ها. شوفوا شوفوا السمن أنت شوف كيف شيء خير عن هالنمونة بلح الدنيا العود. شوف بلحها وشوف الانضوي كيف ينقش العظم عن اللحم. هذا الشواي اللي يقول لك عليه رضوانا من الله شواي يبيض الوجه. هذا شواينا العربي المتعارف عليه ما شيء غيره. اي شيء ثاني موجود لكن الشواي العربي هذا هو بس ملحه بدون اي بهارات وما ما ينطر بطن السمكه بالاخص اذا كانت فريش طريه. واهم ما يكون هذا الراس وتتفنن عاده بالراس وتعرف ان الراس ناضي. تعرف ان ناضي ها القنقون روحه يتبطل. القنقون روحه يتبطل ما ينعق من الراس ادنات الدون كل زين وكل طيب وكل فنانه ها. حتى العين العين شحمت الراس شحمت الفتش مال المطامير ما ينعق منه الا القنقون. وفي روايات اخرى يقولون ان الاول يجلون وياكلون شي حاف مقلى يتقرر يقولون. انا ما جربت. علينا وعليكم بالعافيه. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ولا يكلف حتى شيء ما يكلف الا قطره مترشيش ما يكلف الا قطره مترشيش شيء بسيط والعالم كلها مستفيد. السائر وياي السائر وياي كله مستفيد ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي خطف حش اللي خطف حش وانت بديدك الاجر اجر مقابل قطره ماء. هي والله لا عنا ولا تعب ولا شيات. هيا بريح يثنها فوق ما حد يلحقها ما حد يلحقها تامة فوق ما حد يلحقها. بغين حد يلحقها بشامبي ما حد. هاي البتس الصغار هاي اللي يلحقونها العرب وقفا ما شاء الله يقير. هاي هاي عوان هاي عوان ما حد يلحقها تم تنمونها برطبها ما حد قالها كم الخبر ولا حد قالها كم السوم. سبحانك يا رب. نعناع ترى ما يبالي زود عباله تزرع عود كل متر عود كل متر عود روحه يحبي ها يحبي ويمزر الدنيا وريح تتشل وتحط طارد بوي للحشرات والجراثيم والعرب وكلها تستفيد منه. نادر هذه على ما تشوفونه توها بادي تبشر
وحدوهنتين. ليش اسمها نادرة؟ لأنها بلية طعام، ما فيها طعام، فيها قعامة بلية طعامة، قدرة قادرة، خلج من الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شاء الله. الطرفين هذا 60 متر وهذا 60 متر، للي بيخطف أبوي يحس وياخذ عليه بالعافية. هادو هاي حبي، شوفوا لين ما أصل هناك، أصلهن على عود، أصلهن على عود، ذك لي دار ولا يود لا شمس، دام تحت ظلة أبدا هو ساير فيه، دام تحت الظلة ما شاء الله عليه ما يودني لا قيض ولا شتاء. لا تقول بيود حرارة ولا بيود محب ولا بيود شيء، الله طارح فيه البركة. السكري تلاقي عادة، هاي واحدة منهن، اللولو بعد وقفت، ما شيطان طالت عماركم غير نادرة هذه ما شاء الله عليها، هي اللي باجي. عادة نادرة تقيض من وقت، لكن السنة ما شاء الله أخرت وايد، علما بأنها ما فيها وايد كبار السنة، بعد كبار ما شاء الله. سبحانك يا رب، كل سنة يختلف شيء، ما يتم الشيء على ما هو عليه. بالا رمسة، هذا الزين اللي ما عقبه زين، بيربل على بيربل. حافظ عليك يا أبو محمد، حافظ ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله أدن العشاء. يا رب يا خاري، دامك إلا في المكان مغلق، ولا يا أبوك خاري من تظهر في الهواء الطلق، كأنك توايج في ويه جدر يفوح، حرام يعني كأنك توايج في ويه جدر يفوح من الحمو، هب حمو وهيه على رطوبة على الغطة، ما تعرف هذا الشيء يسمونه هي. هذا هو كله، هذه بلادنا، شو بنسوي عاد؟ ما نلقط الدورة، وين بتصير؟ لو تصير يوم يومين ثلاثة عشرة، هي والله يصير البصر على طوله ويرد على محصولة، وين بتصير؟ ما شيء غيرها هداء، رطوبتها وزينها وشينها، راضي بها وراضي تبنى. حافظ عليك يا أبو محمد. كابتن كيف الحال؟ علومك؟ ها آه شو اليوم؟ كارديو. كذاب. ليش؟ لا كارديو، لا شوي كارديو. بس كارديو؟ الناس يقولوا لي محمد زاد شوي. لا لا لا. والله ما عليك منه. والله يا أبو أني أتمرن أقوى تمرين. لكن هو هذا. لا حمدا ولا شكورا، شرط حلم العرب. لو تشيل في ذبانه ليه تشيل؟ ما شي فايدة. ما يثمر. غير نمونة هالنسر، والله ولا ملجني بال. ايه الو، الحين انا رمزت. اسمح يا ابو محمد، شو تقول انت؟ اقول لك اليوم كارديو. قطعة. شو رايك الشياكة؟ بدنا يا ابو محمد. ايه؟ اقول لك فلفل. كرهتي وكرهتن وتفاقدتن عيد وسعيد بنتين كن، ما ياز الباب الخراب إلا على البيت الخراب، تراب وكود ريش من هذاك الغراب، واللبن يربى ويغاوي عليه الذباب. هذه الرمسة كلها موجهة لكل ملاقة وكل له عيور، وكل إنسان ما ينقع فيه المعروف ولا يبيج فيه الخير ولا يبيج تبيج فيه العطايا ولا دهان السي هذا كله ولا المعروف اللي حسني كله. هالشي أبوكم جيج 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 توبة، ما أقول شيء. خالدي
كابتن مالنا كابتن يا مهدي كابتن مهدي هاي حرمت كريستين هو من المغرب وهي من كندا صح يو فروم كندا ويتش بارت ان كندا اي ما شاء الله يعني يقولون الباب الخراب يركب على البيت الخراب لكن ما شاء الله عليها الزين كله ما اخذها العفريت والله العظيم يو ار نوت لاكي ات اول يو ار نوت لاكي تو تشوز هيم Why يعني in your country a lot of good looking people? Why you go to this ugly man? ها؟ He's beautiful. غرب الله تعالى beautiful. هذا يعني his face look like يختطفون طائرات. They taking flight. ليلى والذئب. You know ليلى والذئب؟ من هل شو ليلى والذئب؟ ليلى والذئب شو اسمه؟ ليلى والذئب شو اسمها؟ ها؟ بيوري؟ بيست 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 بيوري ها؟ صبر 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 هذا ها ليلى والذئب هذا ها ليلى والذئب صبر ها هذا ليلى والذئب ابدا ادم ها والله what you done in your life الحمد لله كان ان شاء الله ان شاء الله يا لعبة الشب يا الدوق انا دوم اعد عليكم قصه القصه هذه يعني شو السبب انا اعدها عليكم مره مرتين ثلاث لان مهدي ضايق من الموضوع هذا وانا اي شيء ضيق مهدي اسويه لاجله لانه هو كدني مكدد اللي يهد في التمرين فانا اخذ قضايه من عنده حيله فليحتاج ثالث فيديو اصوره وارد امسحه والسب شو الرطوبه تي على التليفون وتشوش علي المراد طالت عماركم ما بطول عليكم الموضوع طالت عماركم يا اتفهر واتفكر في جمال العاصمة في جمال العاصمة وجمال شكلها وجمال سواحلها وأماكنها الجميلة هاي اللي فيها الجذب السياحي شوف الأطلالة هذه بالله عليكم هذا كله بوي في العاصمة في عاصمة الخير في أبوظبي 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 الجميلة أبوظبي الحلوة الفنانة يا سلام ما زينك من هدوء ما زينك من سكينة شو أظني سايورة هني شو سايورة قوية كانها قوية ما بقوية وايدها في وين القناة وين ربدان والمنطقة هاي وين ريتس كارلتون جينا هني تعشينا طالت عماركم عينا من الله خير وسولفنا ورمسنا مرة وآخر ناس ظاهرين نحن أصلا المكان ما في حد المكان مطعم اللي نحن فيه ما في حد إلا أنا ومنهل والكابتن الكابتن ويا حرمته عزمتهم ويا واستعزموا عزمناهم على ستيك وكراب وسي ويد سلط وشو اسمه هذاك الثاني سي ويد سلط وكراب سلط وستيك المهم ظهرت الفاتوره بهاي الحكي خليه منهل ابوي اللي ادى الفاتوره اليوم قال خلي عنك ابو محمد سخيت عنه يوم قال خلي عنك ابو محمد سخيت ويوم يتفاجأ الفاتورة لنا هاي الحجي قلت خاطري براي هو دق صدره ما قال برايك انت اليوم البارحة كان علي العشاء اليوم هو المهم ما بهذا موضوعنا الموضوع طالت عماركم ان الشهر 7 وشهر 8 شهر 7 وشهر 8 نحن خصصناه انا ومتعاون ويا مكتبي ويا ادارة الاعمال اللي عندي انه شهر 7 و 8 ما يكون في اعلانات ليش الإعلانات طالت عوايدين اللي يبون الإعلانات لكن أنا عمداً ما بغيت أسوي الإعلانات شهر 7 وشهر 8 بطولاً لجل المعلن يستفيد هو مش موضوع أني أنا أخذ قيمة الإعلان وأطرج لا أنا قررت أن أولاً ما أسوي إعلانات عشان المعلن يستفيد رحلت الإعلانات اللي يبقى إعلانات شهر 9 وما فوق لأن العالم كلمة بتكون موجودة الحين ما حد فيها البلاد أغلب الناس كلها مسافرة
والإعلانات بقى ناس تكون متفيجة وناس موجودة أسب تسمع وتشوف وتاخذ، بتسوي إعلان وبتقبض البيزات عن اللوادم عن الشركات وبتقبض الدرب، ما يستوي بعد. لا اللوادم سويت إعلان تعطي الإعلان حقه في وتحدد للزمان، هبل زمان زمان ومكان وقت تنسق فيه أساس أن المعلن يستفيد، واللي هبل أخذوه فغلوه. أنا استحرم بيزات الشيء اللي الإنسان اللي من غير الطرف الآخر ما يستفيد. لا والله يا حي من نفع واستنفع. المراد من تاريخ هالخبر عاد حين الخبر الفنان من تاريخ 17 لين تاريخ 22 خمس ليالي أسبوع الجاي، من تاريخ 17 لين تاريخ 25 تقريبا خمس ليالي بكون أنا وربعي في صلالة في فندق البليدة الأنتارة، في فندق البليدة الأنتارة إن شاء الله بنكون أنا والشلة فريق العمل كلنا متواجدين في صلالة أول الله. ليش وشو هناك وشو السبب وش معنى هالوقت ليش ليش تحديد هالوقت، هذا كله إن شاء الله بتعرفونه يوم بنوصل صلالة. لكن سيرتنا إن شاء الله خبرتكم متى أسبوع الجاي بتكون مدة بسيطة جميلة صلالة. أنا سير صلالة من الثمانينات يوم صبي راقد أبحينه سائر صلالة ومناني وشبعان من السيرات والييات ظاهر السير وياي مخشمي، لكن حين سائر سيرتي لها معنى ولها ترتيب وتختلف عن أي سيرة من السيرات الأولية. بنت عم سيرة نزوة لمسية، نزوة سيرتي نزوة بنت عمها بتكون بنت عمها، وإن شاء الله السيرة اللي من عقب بتكون سيرة مصيرة، جزيرة مصيرة في تاريخ 10/9 بكم في مصيرة لمدة أسبوع كامل. الحين إذا رجعنا من الحين أسبوع الجاي من تاريخ 17 لين تاريخ 25 بنكون في صلالة، وعقب من تاريخ 10/9 لين 15/9 بنكون في جزيرة مصيرة. سيرتين كلهن شغل وكلهن شيء سيرة مميزة، ما بأي سيرة، ما بسيرة حقي أنا بس اللي حقي أنا متع عمري، سايرة متع عمري ومتع اللوادم اللي خلف التليفون. إن شاء الله بتشوفون أيام جميلة، بتشوفون مواضيع وعلوم ما حد شد أظهرها عن صلالة ولا عن جزيرة مصيرة. والسيرة هذه والسيرة اللي عقبها خصوصا لجل خاطر هل بالتواصل الاجتماعي متابعيني، كل لجل خاطر المتابعين الأعزاء، إن شاء الله بتكون سيرتين جميلات مميزات من أروع ما يكون. أول الله كان الله جعل في العمر بده أسبوع اللي سيرة صلالة وعقب أسبوعين إن شاء الله سيرة مصيرة. أول الله في احتمال بعد محوت ويا شبك ويا مصيرة، لكن ماشي وقت مبودي بعد ناوي أسير صور، لكن صور يبالها سيرة روحها، صور يبالها سيرة روحها. عام الأول أنا سرت صور شيء سيرة جميلة كانت سيرة صور، وصورة أصلاً لو تسير لها كل شهر وديتين ثلاث ما ينشبع منها تبارك الرحمن. مراد الله ييسر أمورنا وأموركم، بس بغيت أخبركم عن هالأخبار الجميلة اللي بالنسبة لي اليوم تأكدت سيرة صلالة، اليوم تأكدت سيرة الصلالة والحجوزات الفنادق وين بنسكن اللي قلت لكم فندق ألنتارا البليدة في صلالة لمدة أسبوع.